مساء الخير يا وطن، مساء الخير، مساء الخير يا وطن، مساء الخير. أحرار النمسا معاك يا السويداء. نظمت تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية هذا الحراك وهذه التجمعة لأحرار الجالية السورية هنا في النمسا. الوقف اليوم تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية تأسست في عام 2011، وهي صدى للشارع السوري، ووقفتنا اليوم هي معك يا سويداء من أجل الحرية والديمقراطية في السويداء، ولنثبت للعالم أجمعه بأن الطوائف النظام الذي يدعي حماية الطوائف، الطوائف تنتفض منه وترفضه من أجل سياسته التي تقتل الشعب السوري بأجمعه بكل أطيافه، ومن أجل سوريا الحرية والديمقراطية. مشاركتنا اليوم هم أول شيء للدعم الحراك بسويدا، ولنقف نحن كمان مع أهلنا بإدلب بسبب القصف العشوائي اللي على المدنيين هلق، بسبب القصف على المخيمات اللي لا فيها مسلحين ولا فيها حدا، لحتى أقول سوريا أولا، سوريا قبل أي شيء تاني، ومع سوريتنا هلق وبعدين وعطول. نحن هنا نعبر عن رأينا بوقفتنا مع الشعب السوري كله، تضامنا مع أهلنا بالسويدة، وتضامنا مع أهلنا بإدلب وبكل مكان من الأرض السورية. نحن السوريين المهجرين واقفين معكم من 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 وسط أوروبا، من دعي لكم ومن ومن حث اللي في الداخل على الاستمرار بالثورة، وكونوا على يقين بأنه سنبقى وسيفنا الأسد بإذن الله عز وجل. نحن اليوم طالعين لنوجه الضوء على الوضع اللي صاير بإدلب حاليا. إدلب صار لها أيام تحت القصف بدون أي سبب، ما في أسباب معلنة عن الموضوع، ولكن الناس هناك حاليا تحت القصف، الوضع كتير سيء. نتمنى من المجتمع الدولي يطبقوا قرار 2254 للشعب السوري أن يأخذ حريته. عاشت السويدة حرة أبي، وتحية خاصة من هون من فيينا العاصمة النمساوي للبطل ليس وحيد البلعوز. نحن معك ونحن بكل شيء معك، وعاشت السويدة حرة أبي. فأنا وجودي هون بس أقل ما يمكن أنك أنت توقف وأقف مع أهلك. أنا ماني قادر أكون موجود معهم بساحات الكرامة، فعلى الأقلية نحن منصنع خطوة منقول لهم نحن هون، نحن معكم يا أهلنا. والسوريين كتير بحاجة بهاي المرحلة لأنه ينحط تحت البند السابع. من هون بحب وصل رسالة للسوار، لجميع الفصائل اللي موجودة بالمحرر، أتمنى الرد على قصف النظام لمنطقة إدلب المنكوبة، حتى يعني مشاركة أو بالأحرى مساندة لأهلنا بالسويدة. نحن معهم، ونحن كنا من زمان عم ننتظر هيك هالحركة الحلوة منهم أو المشاركة منهم، والحمد لله بالآخير جمعنا رب العالمين. بهي المناسبة نحب نوجه رسالة للنظام للعمل اللي قام فيه بالكلية الحربية بحمص. نحن بعد 13 سنة ثورة أصبح معنا دكتوراه ودبلوم وماجستير في عمل إيران الشنيع والإرهابية. هذا العمل هو عمل إيران. والمزاهر بيدينا يا سوريا، العصايل والمزاهر بيدينا يا سوريا، العصايل والمزاهر. الآن مطالبين أن نقف كلنا يد واحدة ضد هذا النظام، نظام الإجرام، أيضا ضمن حملة معا لمحاسبة الأسد على جرائمه في سوريا، وخاصة بأن إدلب الآن تنقصف بشدة والمدنيين هم ضحايا هذا القصف، لأنه للأسف أغلب الناس اللي مانن سوريين تعودوا على صور الدمار وصور القصف، وما عاد يعني تعني لهم كتير الموضوع لأنه صار شيء متكرر. فحبينا اليوم نقوم نحن بمثل معرض صور بأهم ساحة بفيينا، ونحاول نحكي مع أغلب الناس اللي بيجوا بيتفرجوا علينا بأغلب اللغات اللي هنو بيعرفوها، سواء إنجليش أو ألماني أو أي لغة تانية، إسباني حتى، ونحسن نعطيهم فكرة عن اللي بيصير حاليا بسوريا. السلام عليكم. جمعية الجالية السورية الحرة قامت معرض للصور عن معاناة الشعب السوري وعن جرائم نظام الأسد، مشان العالم هون تشوف بفيينا تشوف جرائم نظام الأسد، ونوصل صورة عن معاناة الشعب السوري. هل استطاعت هذه الصور الصامتة أن تعبر في الحقيقة عن معاناة هذه الطفلة التي تبكي ألماً من قصف وتدمير نظام الحكم في دمشق للقرى والمدن الآمنة للمدنيين؟ أو استطاعت هذه الصورة أن تعبر عن معاناة وصيحات وآهات هذا الشاب الذي ذاق صنوف
التعذيب القاسية في سجون نظام. استطاعت هذه الصورة أن تعبر عن صيحات هذا الشاب الذي طالب في يوم من الأيام بالحرية. هل تستطيع هذه الصور أن تحرك؟ هل تستطيع هذه الصور أن تحرك في ضمير العالم والإنسانية ليقف مع معاناة هذا الشعب الذي تجرع وعلى مدار أكثر من عقد تجرع الألم والعذاب والقصف والتشريد؟ لقناة إنفوغراد أدهم اللجي، ساحة شتيفان بلاتس، فيينا.